عسلامة ومرحبا بكم، معكم حيدر يونس من يونس أكاديمي. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل أبوني على شين يوتيوب وتفعل الجرس باش توصلك أي حاجة جديدة. في الفيديو هذا باش نحكيو على الفاكتور دو سورتونسيون. شنو هو قصته هذا الفاكتور دو سورتونسيون؟ اون فات الفاكتور دو سورتونسيون هذا نرمزولو بحرف كو. الكو هذا شنو هو؟ الكو هذا يتكتب U C max sur U max. Mais U C max sur U max, il est écrit voltage à la résonance. Moi, il est écrit voltage le oméga tati oméga 0. باش نذكر الاي سي ماكس كيفاش نطلعوه. الاي سي ماكس كان تذكروا قبل ما نعملوا كونستركسيون دو فرينيل سمينا فيكتور او بيان قلنا اكس دو تي هو اكس ماكس سينوس اوميغا تي بلس في دو اكس. الاي سي ماكس يخرج من ليكواسيون ديفيرونسيال من 1 سور سي فوا البريميتيف دو اي دو تي اللي هو اي ماكس سور سي اوميغا 0. دونك باش يعطيني فينالمون اللي هو اي ماكس سور سي اوميغا 0. سور الاي ماكس، الاي ماكس كانت نذكرو كتبناها زد فوا اي ماكس، مي زد كتبناها زد فوا اي ماكس، لكن هالزد هذيا قلنا تتكتب غونتيغ بلوس بوتيتيغ خاطر نخدم على ريزونونس، خاطر اي لوميغا ايتيغال ا 1 سور سي اوميغا، باش تقعد لي غونتيغ بلوس بوتيتيغ. دونك باش تصير لي سامبليفيكاسيون باغ اي ماكس من الفوق و اللوطه، فينالمون باش تطلعلي الكو هي 1 سور سي اوميغا 0 فوا grand R plus petit R. هذه هي الفورمول نتاعنا نتاع الفاكتور دو سورتونسيون. معناتها انا ما عملت شيء، جوست ناحية الاي ماكس تقعد لي 1 سور سي اوميغا 0 فوا grand R plus petit R اللي هو زيت. باهي عندنا حاجة أخرى، عندنا حاجة أخرى اللي على ريزونونس كو على ريزونونس شنو عندي؟ عندي L Omega I max égale à 1 sur C Omega I max sur C Omega, يعني L Omega égale à 1 sur C Omega. Voilà, à la résonance Omega 0. Omega égale à Omega 0. معناتها L 1 sur C Omega 0 اللي هو هذا باش نعوضو بال L Omega 0. يعني باش تطلع لي L Omega 0 sur grand R plus petit R اللي هو هذه الفورمول الثانية. الكو اللي هو L Omega 0 sur grand R plus petit R. إن شاء الله تكون عجبكم الفيديو. الفيديو الجاي باش نحكيو على البيسونس إلكتريك موين، والسلام عليكم ورحمة الله.